بقاو في الديور ما بقاش كيقراو ما والو، اوتر ما مخلصاش ما والو، هادشي حشومه، عيب عيب كاع عيب عيب. والديور شحال من الدري 500 دري واقفه في الديور، وداكشي راه حشومه، خصو يتخلصوا اوتر باش الدراري يقراو. هادو راه عيب عيب وضايعين الدراري، ما عندنا لا قانون ما عندنا حتى حاجه، حشومه حشومه، عيب وعار، حشيب وعام وعار. شكرا. مزيانه زوينه مداكشر فيها الدراري قاريين مزيان، منظفين ووصلوا لديورنا بالسلامه، كل شيء مزيان، الا دابا خصو يرجعوا يقراوا هادشي اللي بغينا صافي. هم نسونا وانت نسيتونا، نسيتونا وهم نسونا وانت نسيتونا. الوقفة هو أن الأطر التربوية والأطر كلهم ما كيتخلصوش، كيقوموا بمجهود كيشتغلوا وما كيتخلصوش، وما كاينش شي واحد كيدير مجهود وكيدير عمل وما كيتخلصش عليه، ما يمكنش في العالم، هذا حق دستوري، كتخلص الأجر مقابل العمل. وهاد الناس ملي وقفوا لنا حياتنا كاملين، وقفوا حياة الأسر اللي كيشتغل جلس من الخدمة، لأن ماشي كيتعاملوا مع أطفال، هادو كيتعاملوا مع أطفال في وضعية خاصة، وضعية إعاقة وإعاقة عميقة، ضروري خصو تكون المرافقة اليومية، وخاصهم يشتغلوا معاهم تكون معاهم برامج، ماشي غديه للدار وتقول راه ما كيقراش غنعلمو شي حاجة، راه ما يمكنش، راه ملي كيعطلوا الأجر ديال الأطر، راه كيعطلوا الحياة ديال مئات الأسر، مئات الأسر كتعطل حياتها كتوقف، كيولي فيها هي أسرة داخلها احتقان، داخل الأسرة، فبالتالي هذا المسؤول هذا إلا كان مسؤول وكانت عنده شويه ديال الضمير وكان عنده شويه ديال الاصغاء، لان المسؤول خصو يكون عنده حسن الاصغاء، يسمع لنبض الناس، راه اعلى سلطه في البلاد وكتقولها وتنكررها، راه حمايه الاطفال المعاقين وضعيه اعاقه ويعني ودعمتهم نفسيا ودعمتهم ماديا، وبالتالي ما غايجيش هذا ويعفض على هذا الحق الدستوري. حنا نطالبوا هذا السيد هذا وهذه الجهه المعينه اللي ساده ودنيها انها تاخذ زباب المبادره وتجلس وتحاور مع هاد الناس وتعطيهم اجورهم، ما طالبينش حاجه كثيره، خلصوهم فخلصوا الناس بوا فينال. كيفاش داير التعامل ديال الابناء ديالكم معاهم؟ كيوليو السلوكات النمطيه كترجع لهم، السلوكات اللي ما مزياناش، السلوكات اللي ما زويناش كترجع، لان هما كيخصهم دائما يكونوا داخل اطار. كيخدموا معاهم برامج معينه، فكيطوروا الاطفال، ما كتبقوش فيهم العنف، ملي كيجلسوا في الدار كيرجع العنف، يرجع كل شيء. يخلصوا الناس تو سامبلو، يجلسوا معاهم في الطابله ويعطيهم الاجر ديالهم صافي، ويطفى هذا الشيء كله. هذا اذا كانوا اذا كانت هذه الجهه مسؤوله امام ضميرها وامام الله وامام عاهل البلاد. حسن الحسني العلوي اب الطفل المعاق ديني ريان. بسبب ديال الوقفه ديالكم هذه وقفه نحن نتضامن فيها كاباء وكامهات مع أطر تربوية ومستخدمي جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، نظرا لعدم تلقيهم أجورهم لأكثر من 7 شهور، ونظرا لتماطل المسؤولين في الحوار معهم وفي إطلاق الدعم، لذلك نحن نقف معهم اليوم
هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار التضامن، ونطالب بإسراع بحل هذا الإشكال وذلك بتمكينهم من أجورهم ومن الدعم المستحق، لأن هذه ليست هيبة ولا حتى منحة، بل هو حق مشروع لأطفالنا المعاقين ذهنيا ليستمر مسلسلهم التربوي، لأن توقف المسلسل التربوي والتعليمي لهم لفترة ولو وجيزة يعيد المسلسل من أوله ويجعل هؤلاء الأطفال يعيشون حالات أخرى ويتطور سلوكهم في اتجاه سلوك أحيانا يكون عدواني وأحيانا يفقدون ما تعلموا في فترة أولى. لذلك نحن كآباء وكأولياء التلاميذ نقف تضامنا مع هؤلاء الأطر وهؤلاء المستخدمين من أجل أن يتلقوا أجورهم ليكون هناك سير عادي لهذه المؤسسة. جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء، كما لا يخفى على الجميع أن هذه الوقفة ماشي ديال اليوم، هذه راه أسبوع، وهذا نقولكم بكل صدق أنتم الله يجزيكم بخير أكثر تحضروا وتدوزوا هنا وتطلعوا على هذه الوضعية، وهذه الوضعية جد مرزلية لأنه في أطفال معاقين ذهنيا، لأن تنعتبرهم أنا كشخص كأب كذلك أنه هاد الوليدات مكفولين الأمة، يعني هادو مكفولين الأمة عباد الله. إذا هادو تنقول لي ملائكة هادي، ثانيا عندهم حقوقهم يعطيها الدستور، يعني نفس الحق اللي عندهم عند الأسوياء، لا يعقل يكونوا في الشارع اليوم. التعاون الوطني هي المسؤولة على هاد الوضعية اللي تنعيشوها، ماشي تنقولها لأنه عن قناعة، وأنا مستعد تنتحمل المسؤولية ديالي في هذا الكلام، وكذلك اليوم الوزيرة كذلك تنحملها واحد شوية ديال المسؤولية. أولا يلاه جات ماشي مشكل، ولكن إلا كانت يوصلها الإعلام على أنه هذه الجمعية راه عندها وقفات ولا عندها مشكل الأجور ديال الناس ما توصلوش بها، عليها أنت تستدعينا وتستدعي من التعاون الوطني ونبركوا في طاولة الحوار. هذا هو اللي من تكون واحد الإرادة ديال حل المشكلة هذه، هذا هو المعقول، ولكن كل واحد سد عليه والناس واقفين هنا محنين ما مخلصين 7 شهور وقرروا أنهم ما يخدموش إلا ما خدوش الأجور ديالهم. إذا التعاون الوطني خصكم تعرفوا، أنا نقول هذا الكلام للتعاون الوطني للوزارة، هاد الناس راه ما يخدموش إلا ما خدوش الأجور ديالهم. بغيتوا تكرسوا هاد الأولاد راه مبدئيا راه هما الوالدين تيتشكاو وراه الأمور غادي تجي وغتصعد، وراه ملي غادي يجي، وأنا تنقول لك المعطيات اللي اتصلت بها على أنه غادي يجي وليداتهم وغادي يحطوهم في الشارع. ما ديروش لا مشاكل مع الامن مع السلطات ديال مدينه الدار البيضاء، راه المشكل غادي يكون خايب في هذه الايام المقبله، والله ما تحل هذا المشكل، ليس بالتهديد ولكن هذا الواقع. اذا تنتمنى من هذه المنابر الاعلاميه توجه، وبهذه المناسبه نقول لكم هذه جمعيه من اكبر الجمعيات في المغرب، دخل سابقه عربيه وخدات جائزه من احسن جمعيه في العالم العربي، وعندها 560 طفل وطفله، وعندها 186 اطار، وعندها المنفعه العامه، وعندها انصالير شهريا ديال 70 مليون، وعندها المنفعه العامه. شنو هذا؟ بغاو يسدوا بحال هذه؟ راه اقسم لكم بالله الا هذه الجمعيه سدات فمها غتبقى مناضله وفي الواجهه، كما الاعلام في الواجهه تطلب حاجه واحده بسيطه جدا، حق من حقوق ديال الوليدات. اذا نتمنى التوفيق لهاد الاسر اللي انا حزين في هذه الوضعيه، والاطر كذلك. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.